ثلاثة سجلت من قبل عناصر فريق شباب قسنطينة. لماذا؟ لأن هدف الوفاق سجله بن عيادة ضد مرمى في الوقت المتابع المحاولة داخل والهدف الأول لمصلحة الوفاق من حدوش في متابعة رائعة من كرة عرضية. حدوش يتمكن من مباغتة الحارس الرحماني وتسجيل وتوقيع الهدف الأول في المباراة. سنشاهد رغم تدخل الدفاع ولكن حدوش سبق اللاعب وتمكن من مباغتة الرحماني وتوقيع الهدف الأول. هذه الكرة العرضية والتمريرة والتدخل رغم ذلك قوة التسديدة من حدوش يتمكن من مباغتة الرحماني وتسجيل وتوقيع الهدف الأول. وفرحة كبيرة لحدوش ولأنصار الوفاق بالهدف الأول الذي جاء نقدر نقول من خطأ في المراقبة وفي المتابعة. الهدف جاء أو توزيعة كانت من ربيعي والمتابعة الممتازة من اللاعب حدوش زكريا يتمكن من توقيع الهدف الأول. طبعا هي كانت كرة مرتدة على اليمين يعني في 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 وجود يعني هجمة لشباب قسنطينة كان هناك مساحة فاضية على اليمين من جهة جحنيط هو اللي سوى هذا الكرة العكسية. لكن المشكلة الكبيرة دائما كنت نتكلم في العمق الدفاعي غريب جدا حتى بالنسبة لبن عيادة يعني كيف يلاحظ في أن